طبعا ما فيش شك، تظاهرة فنية عربية بتؤكد أن دول عربية دول رائدة في الفن والثقافة والإبداع. انطلقت فعاليات الدورة 37 لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن بمشاركة أكثر من 2000 ضيف من أدباء وكتاب وشعراء وفنانين. المهرجان هيستمر فعالياته حتى يوم 5/8 اللي جاي، وبيتضمن 343 فعالية فنية وثقافية. وهنا عايز أتكلم طبعا لأنه تم اختيار مصر كضيف شرف يتم تكريمها في هذا المهرجان، واتكلم عن الكلمة اللي قالتها وزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء النجار. قالت أنه اختيار اسم مصر بيشكل إضافة كبيرة مش بس البرنامج وفعاليات المهرجان في هذه النسخة، لا، إنما كمان لتاريخه ومكانته العالمية، بالنظر طبعا لما تشكله مصر في وجدان العرب وتاريخ الحضارة الإنسانية. خلينا نروح مع حضراتكم للمهرجان وفعالياته مع الزميلة العزيزة أستاذتنا شفكي المنيري من مهرجان جرش بالأردن. يا شفكي مساء الخير. مساء النور يا محمد، او يا سازلي زي ما تعودنا نقولك. مساء النور عليك. يا اهلا بيك. وعايزه اقول لك اولا يعني احنا حاولنا بس نطلع هوا من مكان قريب تقدروا تسمعونا منه، لانه الحقيقه الفعاليات صوتها جميل، صوتها كله بهجه وعالي. انت عارف في جرش عندك مسرحين، المسرح الشمالي اللي كانت موجوده في الساعه المصريه النهارده الموسيقى العربيه، المسرح الجنوبي في المطرب الاردني عمر عبد اللات، فطبعا المكان مزدحم بالبهجة والفرح بشكل عام. وانت عارف انه شعار مهرجان جرش هذا العام ويستمر الفرح، واحنا سعداء ان مصر هي يعني دولة الشرف في هذا المهرجان اللي لأول مرة مهرجان جرش الحقيقة بيستضيف دولة شرف. وطبعا ده كان اختيارهم، وده على لسان معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار اللي أكدت لي بأنه ما ينفعش تكون أول دولة شرف غير مصر لما فيها من تراث وفن ورموز وغناء وفنون مختلفة وحضارة طبعا. فالحقيقة احنا في بهجة شديدة جدا، وكل اللي اقدر اقوله لك يا محمد بانه مصر او مصر تغني في الأردن في جرش. طيب احنا عايزين نتكلم ونوضح للناس اكتر طبيعة الاحتفال بمصر عندك عاملة ازاي، وطبيعة المشاركة المصرية في هذا المهرجان، الفعاليات والعروض المصرية في هذا المهرجان. اولا جرش بتبعد عن عمان تقريبا قرب ساعة، هي مدينة أثرية جميلة جدا، فيها طبعا الشكل الأثري واضح جدا. المسارح اللي كلمتك عنها المسرح الشمالي والجنوبي هي عبارة عن مسارح حجرية، وهو ده جمالها، بتتنور بس بالإضاءة فبتديها عمق حلو وبتدي للأثر عمق جميل جدا. مصر الحقيقة موجودة يعني بفرق فنية عالية المستوى، موجودة بمطربنا طبعا يعني اللي بتستعد الآن في خلال يومين هتغني وهتعتلي المسرح في جرش، المطربة مروة ناجي اللي هتغني عدد من الأغنيات. والحقيقة الإعلانات هنا في كل مكان لكل مطربينا، كل مطربينا العرب، ولكن طبعا المصريين الناس الحقيقة حريصة أنها تحضر الليالي المصرية. فنان هاني شاكر كمان هيحيي ليلة كبيرة، أحمد شيبة برضو هيقدم اللون الشعبي المصري، فرقة وسط البلد كمان موجودة، والموسيقى العربية النهاردة عملت الليلة المصرية. عايزة أقول لك حاجة يا محمد غريبة جدا، احيانا احنا يتهيأ لنا انه معقوله الناس عارفه الفرق دي، فانت تتفاجئ يقول لك لا 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 انا مستني وسط البلد، لا 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 انا عايز اروح لاحمد شيبه. فالحقيقه الناس بتعشق الفن المصري ومنتظره الفن بشكل كبير. والمهرجان السنه دي الحقيقه كمان احب اقول لك يعني نجوم العرب هم يعني نجوم المهرجان، فعندنا فنان راغب علامه اللي بيحيي مهرجان العالمين يوم الجمعة، ويوم السبت هيكون في جرش علشان يقدم أيضا حفلة كبيرة. ففي كمان صابر الرباعي، في وائل كفوري، جورج وصوف، نجوى كرم، يعني أسماء كتيرة جدا الحقيقة موجودة بخلاف الأصوات الأردنية، أكثر من 1500 صوت وفنان أردني موجودين في مهرجان جرش. عظيم. كل اللي أنت بتقوليه دلوقتي بيؤكد تأثير القوى الناعمة المصرية في الدول العربية، لكن عايز اتكلم معاكي بقى عن حاجه انت اكيد لاحظتيها خلال هذه النسخه. انا عارف انك مش اول مره تروحي انت هناك وتشوفي هذا المهرجان وتكوني موجوده داخل هذا المهرجان، ايه المختلف في هذه النسخه؟
هي دي ثالث مرة أكون موجودة في مهرجان جرش. أنت عارف كمان عندنا برنامج بيت للكل اللي بنقدمه على شاشة القناة الأولى، والحقيقة شاركنا دي المرة الثالثة اللي بنشارك فيه. السنة دي الحقيقة التلفزيون الأردني واخد المهرجان بتغطية حصرية، وأنا سعيدة ليه التلفزيون الأردني تحديدا، علشان لما الإعلام يجتمع مع الثقافة فأنت تشاهد كل الاحتراف. فطبعا في استوديو بيشتغل على الهواء تقريبا من الصباح حتى انتهاء الفعاليات، بيعملوا نشاطات مختلفه، واحنا هنسجل فيه للمشاهدين باذن الله، هيشوفوا الحلقات دي في بيت للكل من خلال الاستوديو اللي موجود في جرش في وسط ما بين المسرح الشمالي والجنوبي. كمان في اعتناء كبير جدا بالاصوات العربيه، يعني يمكن بسبب كورونا وتوقف كان المهرجان 3 سنوات، انت عارف مهرجان جرش عمره 40 عام، وطبعا دلوقتي ايه هو دي الدورة 37، فمهرجان جرش طبعا يعني بيعود بكامل قوته بكل الفنانين، فبرضو دي من الحاجات الجديدة. الشيء الثاني، مهرجان جرش مش بس غنى، لكن في فنون، في فولكلور، في شعر، في رسم، في تكريمات. النهاردة كان في تكريمات رائعة، أستاذ محسن جابر طبعا هو المنتج يعني العظيم اللي بيهتم بالتراث وبالغناء، وكان في تكريم خاص لي فنان الكبير سامح السريتي، أيضا تم تكريمه في المركز الثقافي الملكي من قبل وزارة طبعا الثقافة الأردنية ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار ودكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية. فالحقيقة مش قادرة أقولك أنت ما تلحقش، يعني أنت بتبقى بتجري من مكان لمكان تشوف فرق تراثية، لما تشوف كل الحاجات دي ترجع ورا وتقول الله كم الفنون العربية بديعة وجميلة. واللي عرفت أنه كمان بيتم توثيق دلوقتي خاص هذا العام، بيشتغلوا على توثيق الفنون العربية بشكل عام، أن يكون لها مصدر وتوثق علشان ما تروحش في الهواء يعني. فالحقيقة في اختلاف كبير وفي اهتمام كبير. طيب أنا عرفت كمان هيكون في فعاليات ثقافية، هيكون في ندوات، هيكون في لقاءات وحوارات، طبيعة المشاركة المصرية في هذا الأمر؟ المشاركة المصرية موجودة، يعني في عدد من الفنانين، من الصحفيين، من أدباء، من شعراء. الندوات بتبقى على هامش المهرجان موجودة، مش بالضرورة تكون داخل الجرش حيث المسارح هي مخصصة للغناء، ولكن موجودة في قاعات، موجودة في عمان. يعني عايزة أقولك أنت طول من أول ما تدخل مطار عمان تحس ان انت في مهرجان جرش، لانه جرش ليه كده تاريخ طويل هنا في الاردن، وليه عمق كبير في النفوس، والناس الحقيقه بتبقى سعيده بيه. فالحقيقه الكل بيعمل من اجل مهرجان جرش، وبتبقى طول ما انت ماشي مثلا في الفندق تشوف بقى المطربات من المغرب ومن تونس ومن العراق ومن اماكن كتيره جدا، وتبقى حاسس ان اللي بيجمعنا لغه الفن. لان صحيح. انت عارف الفن يعني ملوش جنسيه، الفن يعني بيبقى هو السفير ما بين دولنا العربيه، فالحاله حلوه جدا الحقيقه. طبعا احنا بنشكرك شفكي المنيري من مهرجان جرش بالاردن، شكرا جزيلا.